جايين فين؟ هنا مصر. امتى؟ بعد بكره. ليه؟ فاكر موضوع الشاتنج وانا وهي كل اسبوع بنتكلم وبتقعد تسالني هي كمان اسئله غريبه جدا، البلد عامله ايه، انتوا رايحين فين، انتوا احوالكم ايه، انتوا كله تمام، الامان، المش عارف ايه. فقلت لها وانت بتتشاطي معاها ليه يا امير؟ بتتشاطي معاها ليه؟ قلت لها ايه بالظبط؟ قلت لها يعني هقول لها ايه يعني، قلت لها حقيقه كلها. لما ناس اجانب يسالوك عن بلدك هتقول لهم ايه يعني؟ هتقول لهم بلد جميله وهاديه ما بتسمع لهاش حس ونظيفة والمواصلات بقت فاضية ومشكلة السكن اتبخرت والناس بتضحك في الشارع من كتر الارتياح. تقول لهم كل الحاجات دي والأكل بيتوزع في الشارع ببلاش. باختصار هتوصف لهم بلد تانية. وعثمان بقى جاي معاها بقى على أساس ده؟ وهو مش عثمان كنت عامل معاه مشروع الريسايكلينج اللي جاي اعمله هنا في على خيرة الله يا حبيبتي، على خيرة الله. بس لعلمك انا متفائله جدا هيجوا يلاقوا البلد زي ما قلت لهم عليها بالظبط، هتشوف في يومين. في يومين كتير على ربنا. لا ونعم بالله يا حبيبتي، ونعم بالله. بس انت متفائله جدا، متفائله جدا. اتأخروا قوي، افتكر حصل لهم حاجة جوه الطيارة؟ أو عند الجوازات؟ احتمال. لا، عند استلام الشنط. جاهز يا أميرة، جاهز. الجمارك. يوه يا أميرة، هو أنت هتقدري البلد قبل وقوعه؟ ما تقلقيش يا ست، البلد دلوقتي بتتنشأ على أي مستثمر ولا حتى سايح يدخل لها. فمش معقولة يعني الاتنين تلاتة اللي فكروا يجوا دلوقتي هيبهدلوني. صحيح. فتشونا تفتيش ذاتي. Dear, I'm so sorry. مش مهم. عندهم احتياط واجب. طب كويس ان انتوا واخدينها كده، الحمد لله. توروني الصور كده. ايه يا محسور في ايه؟ شفت عفريت اكتر. عفريت ايه؟ عفريت بيموتوا بالمعزتين وبيتحرقوا بقيت الكرسي، ده دول اكتر من عفاريت، ده دول بيحرقوا، ما بيتحرقوش. بيحرقوا ايه بس يا منصور؟ الاخضر واليابس. مبدئيا اسمه الاخضر واليابس. لا انا بسمع ان الاستاذ عماشه والاستاذه هميس في التلفزيون بيقولوا الاخضر واليابس. طب ما تخافش يا منصور، ما تخافش، ما تقلقش، دول تبعنا.